دافع الأفكار المشاعر، فالحب والإخلاص والاهتمام بأحداث سلوك إيجابي ينتج أفكارا إيجابية تكون بتطوير فكرة موجودة أو بخلق فكرة جديدة. والتعليم يغذى بالأفكار التي تحل المشكلات، وبها نصل لجودة التعليم وجودة مخرجاته. ووزارة التعليم تؤمن بأهمية الفكرة الجديدة في العملية التعليمية، فأنشأت مركز المبادرات النوعية الذي أطلق مبادرة المدارس المستقلة. المدرسة المستقلة نظام رائد قادر على حل الكثير من المشكلات الإدارية والتعليمية التي يعاني منها أي نظام تعليمي. توجه الدولة كافتها نحو تحقيق رؤية 2030. طبعا هذه الرؤية لن تتحقق وبنمطية العلاقة القائمة الآن بين القطاعات الحكومية وبين كذلك القطاع الخاص، لابد أن تكون هناك علاقة تشاربية وتكاملية في هذا الموضوع. المدارس المستقلة مدارس حكومية يتم إسناد إدارتها وتشغيلها إلى شركات ومؤسسات تعليمية صغيرة يشرف عليها مشغلون من ذوي الخبرة في التعليم، يتم اختيارهم وفق مواصفات محددة، ويناط بهم رفع جودة التعليم في المدرسة من خلال مؤشرات أداء وقياسات نوعية تركز على أداء الطلاب وتفاعلهم، وتحقق النمو المهني للمعلمين والإداريين. هؤلاء هم المعلمون والمعلمات وكذلك المدير والمدارس والمديرات أو أي شخص تربوي لديه قدرة على أن يدير هذه المدارس، والأساس فيها أن يكون قادر على أن يكون لديه متسع من الوقت، بمعنى أن يكون متقاعد من العمل أو يعني قد يكون متقاعد من العمل. هذا الأساس. تهدف المدارس المستقلة إلى تحقيق جودة النظام التعليمي عن طريق تعزيز نوعية العمل التعليمي الصفي وإدخال برامج وأنشطة مبتكرة وزيادة إشراك الخبرات التعليمية في المدرسة وزيادة إنتاجيتها، وتهدف لتحقيق كفاءة النظام التعليمي بزيادة الخصخصة في التعليم العام في المملكة ومنح مزيد من الحرية المالية والإدارية للمشغلين. الفكرة ليست فكرة مزيد من الأموال يحصل عليها على المستثمر أو المشغل المدرسة، ولكن الفكرة أن يكون لديه فكر تربوي ويستطيع من خلاله أن يطور عمل داء المدرسة. المدارس المستقلة تهدف لزيادة فعالية المدارس في بناء الشراكة المجتمعية والقدرة على التواصل مع البيئة وتطوير المناهج المدرسية وفتح مجال الاستثمار في مرافق المدارس. نحن ننظر للمدرسة على أنها استثمار في الفكر وليس استثمار في المال، هذا أساساً. فمتى ما راعينا أن يكون هذا المشغل هو لديه قدرة تربوية وتعليمية، فنحن نعتقد أنه سيغلب الفكر التربوي على الفكر الاستثماري المالي داخل المدرسة. المدارس المستقلة تستفيد من الخبرات التعليمية وتمنح الحرية الإدارية والمالية وتطور الأنشطة والبرامج والمناهج، وتهدف لتحقيق جودة التعليم المستدامة.